السلام عليكم، مساء الخير الأولاد. حبيت نحط لكم هذا التصحيح تاع السوجي هذا اللي درناه السنوات الأولى، علمي وآداب للوحدة يوريكا. التكس هذا كان يهضر على لويس باستور، وكنت شرحته في فيديو سابق هو والأسئلة، كان فيديو حطيته البارح. اليوم راح ندير لكم تصحيح، لأني على بالي أغلبكم عنده غدا امتحان في اللغة الإنجليزية. نبدأ دايركتلي مع التصحيح. السؤال الأول: write the letter which corresponds to the right answer. هنا يقولك اسكو تكست ستوري، قصة، ولا أختيكل، ولا بايوغرافي. بايوغرافي معناها حياة شخص. طبعا الإجابة الصحيحة هي بايوغرافي. yes بايوغرافي. السؤال الثاني: are these statements true or false according to the text؟ هل هذه الجمل صحيحة أو خاطئة حسب النص؟ Pasteur started his work on fermentation at Strasbourg. نروحو للنص. هنا الكلمات المفتاحية هي fermentation و Strasbourg، وكاين ثاني عندنا started work. started work، fermentation و Strasbourg. اوكي، هنا well started his work of fermentation in Strasbourg. شوفوا هنا واش قالنا باستور got a job as assistant teacher. هنا كان يهضرنا كي كان يقرا برك، هي هضر يقرا في ايكول نورمال، بعد هنا بدا يخدم. He got a job as assistant teacher in Strasbourg University when he began his work on fermentation. اذا الاجابه هذه it's true، جمله صحيحه true. second sentence، هنا لو كان نقعد ندير لكم هايلايت ما يكفينيش الوقت باش نكمل لكم لا فيديو. الا جيفيت نكتب لكم برك الاجابه، تبعوا معايا. Pasteurization is heating liquid food on 55 degree to destroy bacteria. نروحو للنص. قلنا where is it؟ قلنا pasteurization، أو يهضر هنا على pasteurization، a process named after him. This consists of heating liquid food to 55 degree to destroy bacteria. إذا الإجابة الثانية أيضا true. See, Pasteur could not save the center of silk industry. يقول لك باستور ما قدرش ينقذ تجارة الحرير، مركز تجارة الحرير. نشوف ترى الإجابة صحيحة ولا غلطة. ممكن يهضر على سيلك وورم. هي هنا واش قالوا هنا؟ His research saved the silk the central silk industry of the country. إذن الإجابة هنا it's false، لأنه قدر ينقذ ماشي مقدرش ينقذ. so الإجابة راهي غلطة false. answer the following questions according to the text. نجاوبوا على الأسئلة حسب النص. was Louis Pasteur born to a rich family؟ هنا مش قلنا he was the son of humble. humble معناها ناس متواضعين، يعني ما همش أغنياء. سونا نقولو no he wasn't. هنا الإجابة السؤال يبدأ was هذه كي يبدأ بها السؤال الإجابة تكون yes or no. هنا الإجابة هي no he wasn't. he was not ولا he wasn't. okay wasn't ولا was not كيف كيف. question B: what characterized Pasteur the pupil؟ وش كانت صفات Pasteur التلميذ؟ his teachers described him as a good average pupil, as a good average pupil, and no one, and one who never affirmed anything of which he was not absolutely sure. يعني كان واحد كان تلميذ متوسط، صح كان ما يأكدش حاجة إلا إذا كان متأكد منها 100%. What character is that? yes هذه هي الإجابة. yes
Next, when did he discover that injecting people with weakened microbes is a way to protect them against diseases? هنا قالك when، وقت اكتشف بلي كيحقنوا. هنا السؤال هذا راني شرحته المره اللي فاتت، وقته اكتشف بلي كينحقنوا المرضى بميكروب ضعيف يتم حمايتهم من المرض. قالك وين معناها التاريخ. هاي الجملة he found out that people could be protected against disease by injecting them with weakened microbes. هنا ما قالوش التاريخ، شوف الجملة اللي قبل اللي هي يقولك 3 years later despite serious health problems Pasteur continued his research on microbes while experimenting with cholera. He found that هذه يقولك 3 سنين من بعد واش من بعد 1865 زيدوها 63 واش ترجع 1868. هاو يقولك هنا 3 years later يعني 3 سنوات لاحقا، بعد واش بعد 1865 يعني اذا نرجع في 1868. طبعا هنا لازم تكونوا اذكياء وتحسبوا التاريخ in 1868. What or who do the underlined words refer to in the text؟ هنا على من ترجع كلمة his في النص، روحوا النص وراهي his. هنا his teachers، هنا يهضروا على لويس باستر. لويس باستر his ترجع على لويس باستر. هنا there على من ترجع there، روح للنص هي كي there معناها هناك. على مش كان يهضروا in 1849 Pasteur got a job as assistant teacher at Strasbourg University where he began his work on fermentation. There he also met his future wife Mary. يعني في Strasbourg University، في جامعة ستراسبورغ، هنا وين تلقى الزوجة تاعو، وين بدا العمل تاعو على fermentation. So هنا Strasbourg University good. هنا ذم paragraph ثالث ذم على من ترجع. He found that people could be protected against diseases by injecting them. ذم هذه ترجع على كلمة people، ترجع على people. Now fill in the table from the text. راح نديرو معلومات في الجدول هذا من النص. يقولك date place of birth يعني تاريخ ومكان الميلاد. جيبوا من الجملة الأولى اللي هو was born on December 18th. هذه in دول in France. هذه هي تاريخ ومكان الميلاد. نحطوها هنا في الجدول. كولي هنا في his works هنا الأعمال تاع لويس باستور. هنا لازم نقراو النص نخرجوا الأعمال تاعو. he was appointed a director of science. هنا الأعمال تاعو أنه اكتشف هذه pasteurization تعميق التعقيم pasteurization. هذه واحدة من الأعمال تاعو نحطها هنا. هنا الأعمال تاعو أنه he saved ثاني أنقذ the center of silk industry in France. sorry هنا لازم نبداو من saved أنقذ. هذه ثاني من أعماله. ها
اوكي نزيدو نقراو النص نشوفو واش دار. احنا ثاني he found out that people ثاني هذه من اعماله people could be protected against diseases by injecting them with weakened microbes. Yes. Okay. هنا ثاني هنا داء الكلب اللي قالوا دواء. هنا a cure for rabies, research on rabies. على بالي بلي لقى دواء للكلب cure for rabies. نزيدو هنا شوفوا بلي الأعمال تاعو بزاف لازم نقراو النص ونخرجوهم. درك هنا عندي date and place of death تاريخ ومكان الوفاة تاعو. هنا الوفاة تاعو هي in 18 now he died in Paris at the age of 73. date and place of birth هنا نورمالمون لا دات نحسبوها تقدروا تحسبوها مادام مات على 73 تقدروا تحسبوا العمر تاعو ابتداء من 1822 1822 نزيدو لها 73 عام 73 ترجع 1895 1895 مات في 1895 هنا نديرو تاخدو تحطو 1895. دوكا عندنا text exploration راح نلقاو في النص المرادفات تاع cold. cold شفتها قبيل هي named. illness هي disease كاينة illness sorry كاينة sickness اعتقد في النص في الفقره الثالثه كاينه ديزيز جو بونس يا كاينه ديزيز برك هي كيف صار الاول ديزيز فقط الو هنا سيكنس مرض بصح ما كانش في النص ما نمحيها لانه ما راحش تقبل من عندكم لازم تليها في النص. كلاسيفاي هاد الوردز على البريفكس بريفكس في unusual هنا ان من بعد عندي هنا usual usual عندي heating هنا الأصل الجذر تاع الكلمة هو heat ومن هنا نحط ال ing. الكلمة الثالثة research ري هنا وهنا هنا search الكلمة الكلمة الرابعة disappearance هذه فيها كلش في هنا dis من بعد هنا appear هنا نديرو السابقة والجذر واللاحقة. هنا appearance درك نربطو الجمل راح تسقاد لا فيديو سوري لأنه عندي يعطيني البرنامج يعطيني 15 دقيقة فقط راح نكملكم باقي التصحيح في فيديو وراء هذا الفيديو بالتتالي لأني ما عنديش وقت برك الوقت متأخر ما عنديش وقت ندير لكم مونتاج نسقلكم نصفين في بعضهم. goodbye.